ليلتكم سعيدة. اليومين اللي فاتوا رحل عن عالمنا اتنين من أهم القامات الفنية والإبداعية والثقافية في مصر، اللي قدروا إن هم يعملوا حالة من السبق في المهن اللي امتهنوها، ويدفعوا عليها حالة من النجومية والتميز والإبداع المختلف. نجم كبير، نجم سينمائي، ممثل، منتج، مؤدي، فنان استعراضي، موسوعي الثقافة، عنده كاريزما ويعني طاقة حضور عالية جدا، وإنسانياته يتحدث عنها الجميع، وكان دائم أنه يعمل ما يخص هذه الإنسانية في الخفاء من غير ما حد يعرف، مش مهموم أن ده يبقى داخل شو إعلامي أو غيره. مذيع متألق، يعني نقدر نقول إنه هو النموذج المثال لفكرة المذيع النجم، هو اللي فتح الباب للمذيع النجم، اللي انت تتفرج على برنامج علشان مذيعه زي ما هتكون بتتفرج علشان ضيفه. فأضاف للمهنة سبق جديد إعلامي وفنان متميز، الفنان الكبير الأستاذ سمير صبري الله يرحمه. كمان امبارح رحل عن عالمنا شيخ المعدين الأستاذ يحيى تدرس، هو أيضا أضاف سبق لمهنته بأنه خلق المعد النجم، أنك تقعد تتفرج على برنامج بجانب كل شيء علشان اسم المعد بتاعه، زي ما كنت زمان بقول لكم أوقات أنه الناس كانت بتدخل فيلم علشان اسم مؤلف أو اسم مخرج، يعني يقول أنا داخل فيلم الوحيد حامد، داخل فيلم لشريف عرفة، الناس كانت بتقعد تتفرج على برنامج ليحيى تدرس. الحقيقة رحيله خلاني أحس إن إحنا في صراع مع الزمن، لأنه كان الحقيقة المفروض يكون في بيننا لقاء في هذا الاستوديو، لكن ربنا يرحمه. وتحية لروحه اللي ألقت الضوء على مهنة المعد، اللي ناس كتيرة جدا ما تعرفش المعد، هذا النجم اللي خلف الكاميرا اللي طول الوقت مهموم بإنه يدور على الجديد، والجديد ده يعمله بشكل فيه إبداع، ويكتر القديم ويعيد استخدامه بشكل برضه فيه إبداع، ويتابع كل المستجدات والأحداث، ودايما يشتغل على أعصابه. ربنا يرحم الفنان الكبير سمير صبري وأستاذنا يحيى تدرس، ويحافظ على كل مبدعينا وفنانينا ومثقفينا اللي بيثروا دايما حياتنا الفنية والإبداعية بأعمالهم. النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا ضيف من الناس اللي تحس إنك عايز تقول لهم شكرا. في ناس كده تحس إنك عايز تقول لهم شكرا، شكرا على إنك بتقوم بعملك بمنتهى الإخلاص والأمانة والموضوعية، شكرا على إنك بتحترم موهبتك وبتقدرها وعارف قيمتها وما بتهدرش القيمة دي، شكرا على إنك قريب من وجدان الناس، شكرا على إنك محط احترام وتقدير الناس. ضيفنا فنان متفرد ملوش شبه، وما فيش حد ينفع يكون شبهه، استمرار لمسيرة عدد من الفنانين المتفردين اللي جاد علينا بيهم الزمن في تاريخ الفن المصري، زي حسين رياض ومحمود المليجي وزكي رستم. فنان اسمه على أي عمل فني بيدي لك إحساس كأنه كارت ضمان أنه هذا العمل عمل يستحق أنك تتابعه وتشوفه. فنان أجاد استخدام موهبته حتى لو كان المجال الفني ما أجادش استغلال الموهبة دي بالشكل الكافي، تعب على موهبته وادى الفن أكتر ما الفن اداله، تعب على نفسه علشان يصل لمرحلة من النضج والخبرة، تعب فنيا وتعليميا وثقافيا ووجدانيا، بنى نفسه هذا البنيان، ومهموم جدا بفكرة الوعي ودور الفن ودور الإبداع في تشكيل الوجدان، ولم يتخلى أو يتنازل يوم عن هذه القضية في حياته. فنان لما بيقدم أدوار شر، أتحداك وجرب إنك تركز عينك في عينه أثناء ما بيمثل، من غير ما عينك ترمش أو تحس إنك متوتر من كتر قوة الشر الخارجة من بريء ولمعة عينيه. لما بيقدم شخصية حد حالم رومانسي مغلف بالمثالية، تحس إن هو ده النموذج اللي يحتذى به، عنده مقدرة للدرجة اللي خليته يقدر يقدم شخصية عامة معروفة أكتر من مرة، يحافظ على الإطار العام والشكل العام للشخصية اللي الناس عارفاها لأنه معروف للناس، وكل مرة يعيد تقديمها بشكل حسب الورق وحسب المعالجة المكتوبة، فتقول كل مرة مش ممكن. هو ده موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الحالم في شهد الدموع، المتأزم في سفر الأحلام، الأفاق في زيزينيا، الثائر طه السماحي في ليالي الحلمية، المرشد الهضيبي في الجماعة،
الضابط المثالي شديد الأخلاق وشديد الاحتفاظ بالمبادئ سالم في الهروب. وأخيرا الشيخ مدين في جزيرة غمام والمرشد محمد بديع في الاختيار 3، هيكون معانا عبر زوم لأنه دايما طالما ما فيش تصوير هو قاعد في قلب الريف في مسقط رأسه في حضن الطبيعة الجميلة اللي عمره ما قدر يحب غيرها ولا عارف يتأقلم مع المدينة ودوشتها وزحمتها. ضفنا النهاردة لأول مرة في مساء الخير على شاشة ميسات الفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعد أخبارنا اللي هنبدأها حالا. نشوف مع حضراتكم أول أخبارنا. ينطلق غدا بالعاصمة المصرية القاهرة منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك، ده العنوان في نسخته الأولى والذي ينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من 23 ل 25 مايو الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ويأتي المؤتمر اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية. معانا على الهاتف دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه ان احنا سنوات طويله يمكن من طفوله الواحد هو بيسمع عن التكامل الاقتصادي، اهميه التكامل الاقتصادي، السوق العربيه المشتركه، لكن بقى من الواضح جدا في ظل التكتلات عالميه واقليميه في المنطقه انه من الضروره انه يكون في تعزيز لفكره التكامل الاقتصادي علشان يحصل توازن في القوه ما بين يعني يكون في تكتل عربي امام هذه التكتلات. خلينا نتكلم عن هذا المنتدى واللي هينطلق غدا وعن اهميه فكره التكامل الاقتصادي وتعزيز التجاره البينيه. طبعا بدايه مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا هو المنتدى يعني هو في نسخته الاولى، أهم ما بيميزه بداية هو انعقاده داخل الدولة المصرية وتنظيمه من خلال البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. دي نقطة مهمة جدا لأنها بداية بتعكس دور مصر الريادي وحرصها على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بيعكس دور مصر الريادي في تجميع القوى الاقتصادية العربية في ظروف بنحتاج إليها، خاصة في ظل ما عاشته الدول العربية والعالم أجمع سواء خلال أزمة جائحة كورونا أو خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية. كل هذه الأزمات كانت أزمات كاشفة عكست ضرورة أن يكون هناك اتحاد وهناك تكامل عربي بهدف تسهيل عمليات التجارة البينية بين الدول العربية من ناحية، بهدف مشاركة المجتمعات في تحقيق رؤاها المختلفة. كل دولة من الدول العربية لديها رؤية واضحة بتستهدفها خلال فترة زمنية معلن عنها، وبالتالي تحقيق هذا التكامل ليس فقط يقتصر على الجانب الاقتصادي ولكن سيمتد دوره إلى جوانب أخرى حياتية سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو أيضا المجالات الاجتماعية المختلفة الأخرى. الحقيقة ده أمر هام جدا، وبالتأكيد احنا هنتابع بدءا من الغد يعني المؤتمر وما سيسفر عنه يعني من جلساته. وأنا بشكر حضرتك جدا دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي. خلينا نروح لخبر آخر خاص بخطوات تعزيز التعاون في الصناعة بين مصر والإمارات والأردن اللي بيتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من خلال اجتماع عقده اليوم تابع الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة بين مصر والإمارات والأردن. حضر الاجتماع دكتور نيفين جامع وزير التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين. عرض خلال الاجتماع تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر والإمارات والأردن في إطار التعاون الصناعي المشترك، وتضمن تقرير عدد من المشروعات المقترحة في القطاعات ذات الأهمية المشتركة وتقييمها، وذلك من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصاديات البلدان الثلاثة.
معانا على الهاتف سيادة النائبة الدكتورة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك معانا. الحقيقة يعني مصر دايما حريصة على أن يكون في تعاونات ثنائية ثلاثية جماعية مع الدول العربية مع دول إقليمية في المنطقة، لكن دائما مصر حريصة على وجود مثل هذه الشراكات والتعاون المثمر للأطراف المشتركة. يعني خلينا نتكلم عن هذا التعاون العربي بين مصر والأردن والإمارات وفي مجال الصناعة، وإزاي ممكن مصر تستفيد منه؟ هو في الحقيقة طبعا دي هيفتح أفاق جيدة جدا جدا للصناعة في مصر، سواء كانت لأولاد مصر إن هم هيشاركوا في الصناعات دي فهتبقى فرص عمل جديدة. تاني حاجة هتكون في قيمة مضافة للمنتج بتاعنا لما يسافر بره، لما نعمل مثلا بيبقى في متطلبات ليهم في الإمارات في الأردن، فإحنا هنعمل الصناعة دي هم كمان هيشاركونا في الصناعة، ممكن يكون عندهم تكنولوجيا حديثة فيها لأن برضه هم قريبين جدا جدا لدول أوروبا. فبالتالي هيكون في فكر جديد للصناعات، وخاصة إن إحنا دي المستقبل اللي جاي طبقا لتعليمات سيادة الرئيس إن إحنا لازم نشغل الصناعات ونقوم الصناعات في بلدنا. بالتالي أنا عايزة أقولك إن كمان أي اقتصاد دولة لابد أن يقوم على الصناعة والزراعة، وإذا كنا إحنا هنشترك مع الأردن، وسابقا كنا مشتركين مع ألمانيا في بعض الصناعات زي اللي حصلت في بنسويف أو بعض الدول الكبيرة في صناعة السيارات، فكمان المشاركة مع الدول العربية دي بتفتح علينا مجالات كويسة جدا جدا، وفي نفس الوقت إحنا بنخترق الدول العربية بالإضافة إلى هيتعرف صناعاتنا إيه في جميع الصناعات. إحنا على فكرة عندنا صناعات كتيرة، بس احنا ينقصنا ممكن يكون الشغل العالمي او الاداره العالميه او التسويق العالمي، التسويق كل يعني. احنا عندنا صناعات النسيج، عندنا صناعات الاساس، عندنا صناعات الادويه، عندنا صناعات مختلفه عده مش عايزه اعدد يعني، ولكن كل الدول اللي حوالينا بتحب تستفيد من هذه الصناعات. وبالتالي لما تشترك الاردن ممكن يكون عندها زراعة معينة هي بتنتجها، مثلا نوع من أنواع الأدوية أو النباتات العطرية أو أشكال وألوان، يعني ممكن يكون محتاجين أنسجة، ممكن يكونوا محتاجين سيارات، ممكن يكونوا محتاجين أدوات كهربائية، ممكن يكونوا هيشاركونا بفكر جديد في أي صناعة إحنا ممكن نقوم بيها. خلي بالك إحنا عددنا فوق المليون، من فوق المئة مليون، إحنا عندنا صناعة، عندنا عمالة كتير، لابد ان احنا نستغل هذه القوى البشريه. ومتهيألي ده ممكن يساهم ايضا في توطين بعض الصناعات بالتعاون مع يعني الاخوه العرب، يعني ان يكون في استغلال لموارد موجوده عند دوله، سواء اذا كانت موارد طبيعيه مع موارد بشريه موجوده عند دوله ثانيه، لتوطين صناعه من الصناعات يعني. تمام، خلي بالك معظم الدول العربيه ما بتبصيش لنا، احنا مصر احنا النبراس اللي الناس كلها بتبص علينا. فاحنا لما يلاقونا ان احنا في عندنا بنيه تحتيه جيده، في عندنا نمو استراتيجي على بالتاكيد هيجذب اي استثمار، وبالتاكيد هيساعد بالضبط. ففرصه ان احنا نجذب الاستثمار العربي سواء من الاردن او من الامارات، لان الناس دي بتروح تستثمر فلوسها في دول تانية اوروبيه. فاحنا الهدف ان احنا نجذب هذه الاستثمارات، لازم نوفر لهم مناخ جيد للاستثمار، نساعدهم ان هم ده، نوفر لهم بنية تحتية في جميع المصانع والشركات. هو ده الكلام اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيه مع معالي الوزيرة ومع وزير الكهرباء ومع وزير الإدارة المحلية ومع وزير الإسكان عشان المشروعات في المدن الجديدة. فبنقول لهم وفروا للمستثمرين البنية التحتية، وفروا لهم الأماكن للاستثمار، منها هنجذب الاستثمار الخارجي لبلدنا، وفي نفس الوقت هنشجع استثمار الشباب الصغير اللي عندنا. احنا عندنا طاقات يعني طاقات مش عارفة تشتغل فين، لكن احنا لما هنقوم ده احنا ولا مفيش وظائف دلوقتي، لما نوفر لكل واحد مصنع صغير. الصين قامت على الصناعات الصغيرة، بالضبط على الصناعات الصغيرة. احنا لو وفرنا للشباب الصناعات الصغيرة دي وقلنا لهم انتوا الصناعات الصغيرة دي اللي قايمة عليها الصناعات الكبيرة، مكملات، لابد من المكملات. هو انا هينفع اعمل قميص من غير ما اعمله زرار؟ وانا هينفع اعمل قميص من غير ما احطه في كفر او في كيس؟ وانا ينفع احطه غير لما احطه على كرتونه؟ لازم انا اعلم الناس دي، ولازم يكون عندي تجويد في ده، واشوف الخارج بيعمل ايه.
في الحقيقة احنا عندنا مناخ جيد جيد للاستثمار، بس عايزين نتحط على التراك، عايزين نتحط نشجع الشباب انهم يشتغلوا. عمري ما اشجع الشباب انه يشتغل غير لما اوفر له البنية التحتية في بلده عشان يشتغل، بدل ما انا اخليه يجري على دول اخرى في افريقيا عشان ينتج فيها او يستثمر فيها فلوسه. لا، يستثمرها أنا هنا بالتاكيد افضل طبعا، وهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه. بقول ثاني، مع وزيره الصناعه، مع رئيس هيئه التنميه الصناعيه، مع وزير الطاقه والبترول، لان طبعا احنا كل المعوقات عندنا في المستثمرين البنيه التحتيه، الطاقه، التامينات الاجتماعيه، حاجات بقى طبعا كتير، يعني هي دي اللي بتعرقل المستثمر في مصر. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة النائبة الدكتورة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على وجود حضرتك معنا. خلينا نروح لخبر خاص بالعلاقات المصرية البرازيلية التجارية اللي ارتفعت لأعلى مستوى ليها. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبأسما شويفي رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وتامر منصور أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية. وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية دكتور خالد حنفي أن البرازيل مستعدة أنها تكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، فضلا عن استعدادهم للتواجد الاستثماري في مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية تصنع فيها المنتجات التي تتفوق فيها البرازيل، زي مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، ليتم تصديرها من مصر إلى باقي دول العالم. تعتبر البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، وتحتل مصر المركز الثالث في الشراكة التجارية للبرازيل في القارة الإفريقية، وتعد مصر ثاني أكبر مستورد للحوم البرازيلية على مستوى العالم. معانا على الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم، صحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. أستاذ الشهير، مساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ حسن. خلينا نتكلم عن اللقاء بتاع رئيس مجلس الوزراء بعد أخر الغرفة التجارية البرازيلية، وما أصفر عنه، ويعني شكل العلاقات الاقتصادية المصرية البرازيلية اللي ممكن تكون موجودة في فترة قادمة. تم جدا بمثل هذه الاجتماعات لزيادة العلاقات الوثيقة طبعا بين مصر والبرازيل والبرازيل والدول العربية، وهناك تنامي وزيادة في مثل هذه العلاقات. طب هذه العلاقات والزيادة بتأتي منين؟ بتأتي من خلال الزيارات المتبادلة طبعا بين مصر والبرازيل. احنا عارفين نائب رئيس جمهورية البرازيل كان موجود في مصر خلال الفترة الماضية. الزيارات الوثيقة بين السادة الوزراء ونظرائهم مع بعضهم البعض طبعا مع البرازيل، ولذلك رئيس مجلس الوزراء حريص كل الحرص على زيادة مثل هذه العلاقات، أو الدولة المصرية بمعنى أشمل وعم حريصة على زيادة العلاقات بينها طبعا وبين البرازيل. احنا يمكن عارفين البرازيل، يمكن أستاذ شهير والسادة المشاهدين، اقتصادها بيصل إلى حوالي 1.6 تريليون دولار، كذلك حتى بالنسبة للتجارة الخارجية بحوالي 400 مليار دولار. الدولة المصرية خلال الفترة الوجيزة الماضية يمكن كانت يعني ثالث أكبر شريك بالنسبة للحجم التبادل التجاري بينها وبين البرازيل، ولكن نتيجة زيادة مثل هذه العلاقات، نتيجة الزيارات المتبادلة بين الدولتين، الدولة المصرية قفزت لتحتل المرتبة الأولى بالنسبة للتبادل التجاري بينها وبين البرازيل بين الدول العربية. رئيس مجلس الوزراء خلال هذا اللقاء تسلم دعوة من الغرفة. طبعا احنا عارفين هناك المنتدى العربي البرازيلي الاقتصادي سيعقد خلال الفترة يمكن في شهر يوليو المقبل طبعا في البرازيل بحضور رئيس جمهورية البرازيل، ولذلك تم تشكيل او بيتم تشكيل مجموعة عمل يعني لعقد طبعا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات اللي هي بيتم تنفيذها او توقيعها خلال هذا المنتدى. هذا المنتدى طبعا منتدى كبير، تستطيع الدولة المصرية بتبرز المجهودات، تستطيع ان هي يعني لدينا تجارب ناجحة بالنسبة للاقتصاد المصري، لدينا تجارب ناجحة في عدد كبير من المجالات، تستطيع عن طريق طبعا البرنامج الإصلاح الاقتصادي، عن طريق طبعا المدن الجديدة، المشروعات القومية اللي هي بتنفذها الدولة المصرية، ولدينا يعني تهيئة للمناخ،
تستطيع الشركات البرازيلية أن هي تستثمر على أرض الدولة المصرية. ولذلك بيأتي هذا اللقاء هو يعني فرصة كبيرة بالنسبة للبرازيل، فرصة كبيرة بالنسبة للقطاع الخاص المصري أن هو يعني يزود العلاقات ويبني على ما تم إنجازه خلال الفترة الوجيزة الماضية، حتى بالنسبة لعمليات الصادرات وما لذلك. تستطيع أن هو بالفعل يعني تكون مصر طبعا بوابة للصادرات البرازيلية وكذلك البرازيل في هذا الشأن، ولذلك بيتم زيادة مثل هذه العلاقات عن طريق طبعا يعني عدد كبير من الاتفاقيات اللي هو هيتم إن شاء الله توقيعها خلال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي يوليو المقبل طبعا في الشهر القادم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. خلونا نروح بقى للموضوع اللي شغل الناس قوي الفترة دي، واحنا كل ما نخلص من حاجة تطلع لنا حاجة، يعني أو احنا ما خلصناش لسه من كورونا، بس طبعا يعني تم يعني تحجمها إلى حد كبير، وإن كانت يعني الصين بتعاني حاليا، لكن ظهر لنا جدري القرود اللي ابتدى يثير الذعر في العالم، وابتدى يبقى فيه كلام كتير عن حالات، وابتدى لا ده كان بيتنقل من القرود بس، دلوقتي لا بقى من يعني من الحيوان للإنسان، بقى من إنسان لإنسان، لا ده تخطى غرب ووسط أفريقيا لحد ما وصل لكندا، وصل لأمريكا، وصل لأسبانيا، وظهرت حالة في إسرائيل، لغط كبير وحواديت كتيرة، الناس كلها بتتكلم وبتتساءل إزاي ممكن، طب هيتنقل إزاي، طيب المصاب بيعدي الشخص السليم إزاي، طيب هل ممكن إنه المدة الزمنية اللي ممكن يعدي فيها، يعني هل زي مثلا حالة الكورونا أو يعني الكوفيد أو الأنفلونزا لحد أسبوع لحد 10 أيام، في كلام بيتقال إنه لحد 4 أسابيع، لحد 4 أسابيع يقدر الشخص المريض ان هو يعدي حد تاني، فده طبعا امر مقلق. سرعة انتشاره، هل العالم هيمر بحالة اغلاق تانية ولا هيعرف يتجاوز هذه الازمة؟ في بصيص امل انه الناس اللي اصيبت بالجدري البشري العادي، يعني لمعظم الاطفال اتصابت بيه في طفولتها، يعني هل ده ممكن يعمل حالة من المناعة؟ هل ده ممكن يعمل حالة من أنه المصل أو اللقاح اللي بيتاخد للجدري البشري، خاصة أن في تشابه يعني جينومي إلى حد ما بين جدري القرود والجدري البشري؟ أسئلة كتيرة عملت حالة من القلق والتوتر عند الناس، خصوصا أنه يعني نفسيا، وده أمر نفسي، الناس يعني بتبقى حاسة انه يعني احنا ما صدقنا خلصنا من الكوفيد، يعني النفسية ابتدت تهدى شوية عشان الناس تحس تاني بتأزم نفسي. يعني احنا معانا على الهاتف دكتور شريف حتة، استاذ الطب الوقائي. مساء الخير يا دكتور. انا حضرتك بعد سادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم الاول، ايه هو جدري القرود وإيه هي الأعراض بتاعته؟ دي أول حاجة كده عشان الناس تبقى عارفة. حضرتك الجدري اللي بيتنقل عن طريق القرود، إحنا كان عندنا أصلا مرض اسمه الجدري يجي في الإنسان عادي، وده اختفى ما بقاش موجود دلوقتي. فالأعراض بتاعته اللي موجودة بقى دلوقتي موجود، ظهر ما بين القرود والقوارض، وبدأ يتنقل للإنسان بيحتك بالقرود بشكل مباشر، أو بيحتك بجلدها، أو بيحتك باللعاب بتاعها، أو بيحتك بأي شيء ملوث من خلال هذه القرود. فبدأ يتنقل ليه العدوى، وكمان هو ممكن ينقل العدوى الإنسان تاني عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق ملامسة الحبوب اللي بتبقى موجودة. ثانية واحدة يا دكتور، يعني مش بس الملامسة، لأن طبعا أي مرض جلدي هو الأساس فيه أنك تلمس المصاب أو تلمس أدواته أو لبسه، لكن عن طريق الجهاز التنفسي أيضا؟ ممكن عن طريق الرذاذ بتاع الجهاز التنفسي، بس المسافة قريبة قوي. يبقى ده برضو يعني اللي عامل حالة من القلق. طيب دكتور، يعني في بعض الأطباء في العالم بعد انتشاره وخروجه من وسط وغرب أفريقيا بيتكلموا على أنه مدة حضانة الفيروس، يعني أو أنه هو يقدر يعدي حد تاني، ممكن توصل أنه 4 أسابيع، يعني المصاب يفضل 4 أسابيع قادر على أنه يعدي حد. ف
فهل ده يعني حقيقي ولا ما زال قيد البحث، خصوصا انه دي مده يعني خمس ايام لحد فعلا 21 يوم. دي الفتره اللي ممكن طبعا دي فتره تعتبر فتره حضانه للمرض، وبالتالي هو ممكن تنقل عدوى لانسان تاني اذا كنتش واخد بالك واذا كنت بتتعامل بشكل طبيعي. طيب. فطبعا هي دي الفكره، انك الاعراض اللي موجوده عنده في صوره الطفح الجلدي اللي بيبقى موجود، فده بيخلي الملامسه للاسطح اللي فيها الحبوب دي ممكن ينقل العدوى طبعا. طيب هو بخلاف الطفح الجلدي او انه يعني يبقى باين الحبوب دي، في اي اعراض تانية؟ هل ممكن تيجي اعراض، طبعا اكيد ما فيش ممكن تيجي اعراض ما فيهاش طفح جلدي، بس هل ممكن تيجي اعراض شديده يعني تبقى المساله يعني لحد دلوقتي الاعراض الاكثر حدوثا يعني في المرضى اللي هم اتسجلوا في بريطانيا وبره يعني مش عندنا، اللي هي الارتفاع في درجه الحراره والصداع وبعدين ظهور الطفح الجلدي بعد كده. يعني اول ما يظهر الطفح الجلدي يتعرف انه ده جدري القرود. طبعا طيب. هو مشكلته ان هو يعني بيختلط مع امراض كتير جدا بيحصل فيها طفح جلدي، فبنعتمد فيها على التاريخ المرضي للحاله، وهل هو كان ملامس للحيوانات دي بفتره قريبه ولا لا. هو ده بقى السؤال، لاني كنت بقى لسه اقول لحضرتك، هل يعني بيتشابه مع اعراض اخرى برضو فيها طفح جلدي طبعا ودرجه حراره، فالانسان طبعا هيتعامل ازاي؟ يعني امراض كتير جدا من ممكن يكون فيها طفح جلدي مع ارتفاع درجه الحراره وصداع، وطبعا اعراض بتبقى متشابهه جدا، فانا بعتمد في تاريخ في اخذ التاريخ المرضي، هل هو كان مخالط لحيوانات زي ما بقول، كنت دايما بقول مثلا في الكورونا في الاول، هل هو كان مسافر لمكان قريب كان فيه كورونا، هل هو كان مخالط لانسان عنده كورونا؟ هنا برضو بقول نفس الكلام على الجدري بتاع القرود. طيب هل معلش، هل لو في شخص اصيب بالجدري البشري هل ده بيسبب له حالة من المناعة، أو هل التطعيم اللي بيتاخد للجدري البشري ممكن إن هو يساهم في القضاء على فكرة جدري القرود طبعاً، خاصة إنه بيتقال إن هو في تشابه جينومي بينهم؟ صحيح، بشكل كبير جدا السوق الأمور مطمئنة إنك عندك التطعيم، إحنا بطلنا ناخده بقالنا فترة لأن المرض مش موجود، لكن التطعيم موجود، والعلاجات بتاعه الجدري بتاع الانسان الموجود، العلاج بتاعه موجود، فده بيبقى مطمئن بشكل كبير جدا. المناعه التطعيم بيدي مناعه كويسه، والعلاج بتاعه متوفر اللي هو ضد الفيروس نفسه. طيب اذا ان ممكن ما يكونش، طب في اي ادويه يعني محدده ممكن تتاخد للعلاج؟ هل ممكن المريض يصل الى حاله خطيره جدا يصعب علاجها، ولا في ادويه يعني الى الان تم التعارف على ان هي دي هيقدر يقاوم بها المريض المرض؟ العلاج بيبقى عباره عن حاجتين، عن المضاد الفيروس اللي هو اللي بيتاخد ضد الجدري العادي بتاعنا اللي كان بيجي للانسان عادي، والحاجه الثانيه علاج للاعراض اللي موجوده في صوره خافض حراره اللي هي السخونه وخلافه. طيب معنى وجود التطعيم انه بالشكل ده ان شاء الله مش هيكون في حاله اغلاق، لانه مرض ليه مصل، فبالتالي احنا العالم مش هيصاب تاني بفكره اغلاق يعني. لا ان شاء الله ما فيش الكلام ده، وخصوصا ان هو برضه طريقه الانتقال بتاعته مش بالسهوله بتاعه الكورونا يعني. بتكلم في انك انت لازم تكون محتك بحيوان قرد وقوارض بشكل مباشر، ولمست الفرادات بتاعتها او الجلد بتاعها، وبعدين رحت لمست انسان تاني. بس يعني خطيره لو انسان مريض، بس الواحد يتعامل مع انسان مريض، هي دي بالظبط. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي على وجود حضرتك معنا، الحمد لله نطمن إنه يعني الموضوع مش يعني مش سهل الانتشار قوي زي كورونا، وإنه ليه مصل، وإنه أدويته متوفرة يعني بيتشابه مع الجدري البشري، فبالتالي يعني الأمر ممكن السيطرة عليه. طيب خلونا نشوف بقى انه النهارده الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، ومصر بتشارك في هذا الاحتفال بالاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحات وزارة البيئة تحت شعار بناء مستقبل مشترك لكل أشكال الحياة، وعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة وللإنسان، ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية العودة للتناغم مع الطبيعة باعتبارها
الفرصة الحقيقية لحماية الإنسان وكوكب الأرض، وتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي وحمايته من أثار التغيرات المناخية، خاصة في ظل استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27 وما يفرضه علينا الوضع العالمي الراهن، في التأكيد على أن حماية البيئة والتنوع البيولوجي لم يعد رفاهية بل لابد من أن يكون جزء أساسي من حياتنا اليومية. معانا على الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني أهلا بحضرتك. يعني في شكل مبسط ومختصر تعريف للناس تعرف معانا إيه هو التنوع البيولوجي؟ الحقيقة التنوع البيولوجي هو ثلاث حاجات مهمين جداً، كل أنواع الكائنات النباتية والحيوانية اللي موجودة على سطح الأرض بتتناول ثلاث حاجات. التنوع بين أفراد النوع، يعني مثلا النوع الواحد في كذا نوع، يعني مثلا تلاقي شجرة الفيكس فيها كذا نوع من الفيكس، يبقى ده بيسموه التنوع داخل النوع الواحد. وفي تباين الأنواع، عندنا شجرة فيكس وعندنا الكافور وعندنا وعندنا، إذا تنوع الأنواع. وعندنا كمان تنوع النظم البيئية أو المواطن اللي بتشغلها هذه الكائنات، يعني عندنا مثلا الصحراء، عندنا المية، عندنا البحر، عندنا السهول. فإذا دي كلها بيسموها التنوع البيولوجي، تنوع النوع، تنوع ما بين الأنواع، تنوع الموائل أو التنوع داخل النظم البيئي. ده باختصار تعريف كلمة التنوع البيولوجي. من هذا التعريف ومن العنوان بتاع الاحتفال هذا العام بناء مستقبل مشترك لكل أشكال الحياة، يبان أنه فعلا زي ما الخبر بيقول أنه في الوقت الحالي الحفاظ على حماية البيئة والتنوع البيولوجي مش رفاهية، لكن لابد أنه يكون جزء أساسي من حياتنا اليومية وكل فرد يقوم بيه والمجتمع يقوم بيه. إزاي يكون في حالة من التوعية لكل فرد ولكل مجتمع أنه هو يحافظ على هذا التنوع البيولوجي؟ عشان أحافظ على التنوع البيولوجي يقول لي الناس حافظوا عليه، لازم الناس تعرف أهميته إيه. الناس دلوقتي تقول لك طب يعني إيه الكائنات اللي موجودة دي بتعمل لنا إيه؟ أول حاجة في أهمية مباشرة للإنسان. يعني الإنسان بيعيش على التنوع البيولوجي، في مكان الغذاء بيأكل من الأسماك والقشريات والبروتينات اللي في البحر، بيأكل من الحيوانات اللي هي موجودة على اليابسة، إذن لها دور في مباشر وفي مجال الغذاء. في مجال الطب احنا بننتج الأدوية من نباتات وفطريات وبكتيريا أو حيوانات إلى آخره، ودي بتستعمل في العلاج الطبي، إذن ده مهم. أيضا في مجال الصناعة بنستخدم المنتجات النباتات مثلا مثل الأخشاب في صناعة العديد من الأشياء والورق والمطاط إلى آخره. في مجال حتى الاستمتاع والترويح، يعني احنا بنتفسح في نهر النيل وبنعمل سياحة في التنوع البيولوجي. دي بيسموها أهمية مباشرة للإنسان. في أهمية غير مباشرة بقى للنظم البيئية، كل كائن حي خلقه ربنا له علاقة بكائن حي آخر. في توازن بديع، يعني ما نقدرش كائن، لو كائن مات ضمن منظومة من المنظومات كائنات أخرى تموت. وبالتالي لما ربنا خلق الكائنات خلق استقرار كبير جدا بين هذه الكائنات، مفيش حاجة خلقها ربنا بدون فايدة أو بدون لازمة أو ملهاش علاقة بحاجة تانية، وبالتالي أيضا لها مباشرة. كده بنقول دايما للإنسان خلي بالك إن كل كائن حي موجود في الطبيعة يعني ما ينقرضش، لازم يبقى موجود بعدد ثابت تقريبا، بحيث ان كل كائن حي له دور في الطبيعه وله دور في التوازن الطبيعي. عشان كده يعني في ناس كتيره كان دايما بتسال لما يبقى فيه مثلا حيوان او كائن على وشك الانقراض ازاي بيهتموا انه يحافظوا عليه ويحافظوا على وجوده النوع، يعني علشان زي ما حضرتك بتقول هذا التوازن اللي موجود في البيئه. يعني بالظبط بالظبط، هو لان اي واحد يموت يأثر في كائنات أخرى ممكن تموت أو تزيد تسبب أذى للإنسان أو لبقية الكائنات الأخرى. طب حضرتك مش شايف معايا بقى أن دي مسألة محتاجة يعني درجة توعية وثقافة خاصة أنه نهتم بيها شوية ونفرد لها جزء من اهتمامنا، سواء بقى إعلاميا أو يعني أي نوع من وسائل التوعية، علشان الإنسان يبتدي يعرف أنه مش لوحده في الكون وأنه محتاج يحافظ على الكون، خاصة وإحنا فعلا داخلين على مؤتمر يعني المناخ COP27.
تمام. ودي من الحاجات المهمة جدا ان من تأثيرات تغيرات المناخ انه ممكن يأثر على التنوع البيولوجي اللي خلقه ربنا. حضرتك تعلمي انه كل كائن حي عايش في بيئة متكيف معها. فاذا اذا حدث مثلا للدب في المنطقة اللي فيها ثلج وابتدت ذوبان الثلوج الحرارة هترتفع، ممكن الدب ده يموت. الجمل لو هو بيتحمل عنه بيتحمل درجات حرارة عالية، لو زادت درجات الحرارة عن كده أو قلت بقت المنطقة فيها صقيع مثلا ممكن يموت. وبالتالي إن التغير المناخ واستضافة مصر لكوب 27 في نوفمبر 22 في شرم الشيخ ده مخلي كمان يعني اهتمام كبير جدا بأحد تداعيات وتأثيرات تغير المناخ سوف يكون على التنوع البيولوجي. مش كده العالم كله بيبتدي يعمل ما يسمى بالمحميات الطبيعية اللي يحافظ فيها على هذه الكائنات والسلالات النادرة. يعني أنا بشكر حضرتك دكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية، وبطلب من حضرتك أن يكون لنا لقاء لأنه الموضوع ده موضوع مهم أن احنا نحاول نفرد يعني نوع من الوعي والثقافة للناس للحفاظ على البيئة، وأن الإنسان مش عايش في الكوكب لوحده ومحتاج كل كائن موجود على هذا الكوكب. طيب نروح لخبر خاص بالبرلمان. وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع بتعديل قانون غسل الأموال خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الحكومة. استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وأكد أن مشروع القانون بيهدف لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص. يا طيب احنا معانا على الهاتف أستاذة ميرفت أليكسان سيادة النائبة عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. الحقيقة موضوع غسيل الأموال ده من المواضيع يعني اللي يعني شديدة الأهمية واللي يعني اللي كنا محتاجين فعلاً إن يكون في قانون أو تحديث لبعض المواد الخاصة بهذا القانون وإحكام الكثير من العقوبات. ممكن تكلمينا عن المواد الجديدة في القانون والعقوبات المنتظر تطبيقها على المخالفين؟ بصي حضرتك، هو طبعاً في البداية قانون اللي هو تقدمت به الحكومة وهو مكافحة غسل الأموال ده قانون كان صادر برقم 80 لسنة 2002، يعني مر عليه حوالي 20 سنة. في ضوء المتغيرات اللي حصل في المجتمع كان لابد من أن يتم بعض التعديلات على هذا القانون حتى يتم مواكبة المعايير الدولية والتقارير الدولية ومواكبة التطورات اللي حصل في الدولة، ويمكن كمان التطورات اللي حصل في طرق غسل الأموال بعد التطور اللي يعني اللي بيعيشه العالم عموما. يعني طبعا بص حضرتك، ما هي جريمة غسل الأموال هي لها شقين، اجتماعي وشق يعني شق جنائي وشق اقتصادي بتأثر على الاقتصاد، والجريمة نفسها بتبقى هناك بعض يعني إما مخططة إما جريمة بتعبر الحدود بتاعت أي دولة. فالحقيقة وجود تعديلات مهمة جدا لابد. طيب احنا فقدنا الاتصال بسيادة النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة. طيب خلونا نروح لخبر تاني خاص بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. قدر انه يحصد 5 جوائز في مسابقة ستيفي أورد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام 2022 بمدينة راس الخيمة بدولة الإمارات. حصد جوائز من أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط بعد تقييم أكثر من 100 تنفيذي حول العالم في 6 لجان تحكيم. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالموضوع ده ونرجع نستكمل مع حضراتكم. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2022 Third Annual Middle East and North Africa Stevie Awards, sponsored by the Ras Al Khaimah Chamber of Commerce and Industry, the only awards program to recognize innovation in the workplace throughout
17 nations in the Middle East and North Africa. نرجع نستكمل مع حضراتكم. وزارة النقل نشرت فيديو توضيحي لخطوات حجز التذاكر السفر بإطارات السكة الحديد عبر التطبيق الرسمي الوحيد لهيئة سكك حديد مصر من خلال تطبيق قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة أندرويد ومن خلال تطبيق ENR على أجهزة الآيفون. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالموضوع ده ونستكمل مع حضراتكم. الصحة والسكان عملت عدد من النصائح لرعاية كبار السن بطريقة صحيحة عبر صفحتها على الفيسبوك. وقال دكتور طارق عوض مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية
الأولية بوزارة الصحة والسكان والمدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، إنه يجب الاهتمام بكبار السن من خلال مرافقيهم اللي بيقعدوا معاهم، خلال الحركة الكثيرة وممارسة هواياتهم. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالموضوع ده واستكمل مع حضراتكم. الشخص كبير السن بيبقى غالبا بيبقى من النوع اللي هو مش عايز اقول كسول، بس يبقى ايه يعني شايف انه هو خلاص ادى واجبه، وانه تبقى حركته كده كفاية، وانه كده قعدته في البيت احسن، وانه مش مفروض انه يخرج كتير. لا، احنا بنقول الشخص اللي قاعد معاه او اللي هو هيقدم له الرعاية، لا دايما شجعه انه هو يتحرك، شجعه انه هو يقوم باي انشطة. لو عنده هواية ياريت يكملها، لو يقدر يشتغل او يقدر يعمل اي يعني اي نشاط يفضل انه هو يقوم بيه، ما يقولش بقى خلاص انا خلاص كبرت على كده انا كسلت. لا، ده بالنسبة للحياة العامة. لو هو وغالبا بيبقى معظم الناس من اهلنا من كبار السن بيبقى عندهم بعض الامراض المزمنة، فالشخص اللي هو بيقيم معاه او بيقوم برعايته يعني عايزينه دايما خلي عينك عليه، دايما خد بالك من مواعيد العلاج بتاعته، ياريت يبقى لو في اي متابعات، وغالبا بيبقى فيه متابعات دوريه انها تتم في مواعيدها، زي ما الدكتور بتاعه او الطبيب المعالج بيقول دي متابعه كل شهر، يبقى لازم تعمل كل شهر، التحليه بتعمل كل فتره معينه، تعمل كل فتره معينه، المواظبه على العلاج، لان دي برضو مشكله بنشوفها في اهلنا من كبار السن كتير قوي، انه بياخد العلاج مش بصفه منتظمه، بياخد ممكن ياخد يوم ما ياخدش التاني، ياخد جرعه ما ياخدش التانيه، ممكن يكون هو قاصد، ممكن يكون ناسي، ايا كان. فبيجي هنا دور الشخص اللي بيرعاه انه دايما يهتم جدا بالعلاج بتاعه في مواعيدها والمتابعات في مواعيدها، ده شيء مهم جدا. بالنسبه للحاجات اللي ممكن يعملها ان هي تخفف عليه شويه، يفضل انه يعني يبتعد عن حياه العزله، يعني ممكن يقوم مثلا باي انشطه اجتماعيه، لو مثلا ليه مثلا قرايب ممكن يزورهم، لو هو عنده نشاط او حاجه يقدر يعملها، ممكن مثلا لو مشترك في نادي ممكن يروح يشوف مثلا اصدقائه اللي من نفس السن، انه يزور اولاده، يزور قرايبه، انه يتحرك، يعني ما يستسلمش للقعده في البيت، وانه دايما يتحرك ويعني يسافر، يغير جو، يغير مثلا زي ما تقول يغير وشوش، يعني يتحرك بصفه مستمره. طيب اروح مع حضراتكم بقى لصوره وتعليق. لا يمكن الا انه يكون دايما في امل، طول ما في فن معني بالانسان وبناء الانسان، معني بزياده احساس الانسان بالجمال، معني بتهذيب ذوق الانسان، معني بانه يحرضه على التفكير، انه خليه يفكر، لا يوجهه ولا يحطه في منطقه معينه، لكن يقول له فكر، جرب كده تشوفها بالشكل ده، شوف ممكن يكون ازاي. طول ما في فن من النوع ده يبقى في امل، طول ما في فن بالشكل ده يبقى هيطرد كل شيء رديء، طول ما في فن قيم ايا كان، يعني مش بالضروره يكون بيحمل قضيه او فكره كبيره، حتى لو كان امر بسيط لكن معمول بمعايير فنيه جميله بتساعد الانسان على انه يستقي مشاعر جيده وتهذب وجدانه، طول ما الانسان مش هيطلب اي حاجه تانية ومش هيحتاج اي شيء تاني من الاعمال اللي بنطلق عليها فنيه لكنها مش فنيه. الحقيقه يعني هتكلم مع حضراتكم عن عمل، عن مشهد في عمل. العمل ده عبارة عن نور، بريق أمل كده بيظهر قدامنا، بيقول إنه كل مشهد فيه بيتسرسب جواك علشان يخليك تحس، يقول لك حس كده، طب جرب تفكر بالشكل ده. نقاد أشادوا بالعمل ده، وأحدهم قال جملة الحقيقة أنا شايفة أنها صحيحة جدا، إن هذا العمل هو عبارة عن تغيير في الخطاب الديني، ودي حقيقة. العمل هو جزيرة غمام. خلوني أقول لكم مشهد واحد هو المهم بالنسبة لي في هذا العمل، اللي أنا حاسة إنه ده اللي لازم أتكلم عنه علشان خاص بأطفالنا، خاص بمستقبلنا، أطفالنا اللي محدش بيكلمهم ولا بيتابعهم ولا بيشوفهم ولا في أي رسالة بتوجه لهم، ومتروكين للفضاء الخارجي علشان هو اللي يكون شخصيتهم، والعالم الافتراضي هو اللي يكون شخصيتهم. فبقى عدد كبير منهم جدا عندهم عنف وعندهم تعصب وعندهم تنمر وعندهم رفض وعندهم عدم قبول آخر وعندهم حتى عدم إحساس بجدوى حياتهم. في هذا العمل، في هذا المشهد طبعا ليه مقدمات وليه نتائج. عرفات الشيخ النقي القلب اللي بيمثل نموذج لحاجات كتيرة ورموز دينية كتيرة موجودة في وجداننا كلنا في كل الأديان،
اللي بتعامل مع الأطفال وبيعلمهم دايما يقولوا الحمد لله الحمد لله، حتى الحمد لله على الحمد لله. عرفات اللي في مشهد الأطفال بيلعبوا مع بعض، جاي طفل عشان يلعب معهم قالوا له لا مش هينفع مش هينفع مش هينفع. جاء عرفات ليه مش هينفع؟ قالوا له عشان انت هتتكلم عن ربنا. فبنفهم من غير اي فزلكة ولا اي كليشيهات انه الطفل ده مختلف دينيا، بياخده ويدمجه ويقول له يلا هنمسك كلنا ايدين بعض ونغني مع بعض، واللي يمسك ايد اخوه لازم يحب اخوه، ودمجه في الموضوع اللي علمهم انه لازم القلب يفرح، والقلب بيفرح لما يعرف ان ربنا خلقه علشان بيحبه، وعشان بيحبه عايز قلبه يفرح. ده بيوصلنا للمشهد اللي بشوفه يمكن يكون من أهم المشاهد في تاريخ الدراما، وهو مشهد الطفل سمير اللي المدرس اتعود دايماً أنه يعاملهم على أنهم ولا حاجة ويقلل من قيمتهم، فبيهينه بيقول له شتيمة، فالولد بيقول له أنا سمير، أنا أهم حاجة في الدنيا، أنا أحلى حاجة في الدنيا، أنا أغنى واحد في الدنيا، أنا كده فعلاً، أنا حد حلو وجميل. هذا نتاج التعليم اللي تعلمه من عرفات، انه الطفل لما يبقى عارف ان ربنا خلقه عشان بيحبه، هو اغنى واحد في الدنيا بمحبه ربنا، هو احسن واحد في الدنيا بمحبه ربنا، هو ليه قيمه عشان ربنا بيحبه، فبيحب كل واحد لوحده، فبيحب العالم والبشريه كل فرد لوحده، وبالتالي هو لازم يحب اخوه، يحب الاخر اللي موجود، ويبقى عارف ان الاخر ده برضه ربنا بيحبه، لا ينفع يقصيه ولا ينفع يلغيه ولا ينفع يغتاله بحجة إن ربنا مش بيحبه. هذا الفكر اتمنيت أشوف فيه كل أولادنا، كل أطفالنا، أشوف فيه كل أطفال مصر. لو ده التوجه، لو ده الفن اللي بيتقدم، عمر أبداً ما يكون فيه غلاظة قلوب ولا ظلام عقول. نفسي أشوف سمير في كل أطفالنا، أشوف كل أطفالنا في المستقبل عبارة عن سمير، أهم حاجة في الدنيا وأحلى حاجة في الدنيا وأغلى واحد في الدنيا. فاصل قصير جداً، وهنكون مع ضيفنا الفنان الكبير أستاذ عبد العزيز مخيون. مشاهدينا، قلت لحضراتكم في المقدمة إن إحنا ضفنا فنان من الفنانين اللي اتقال عليهم متفردين، مش شبه حد ولا يمكن حد يكون شبههم، فنان يعني يجيد استخدام موهبته، فنان حريص على جمهوره، فنان اسمه على أي عمل، يعني إنه جواز مرور إن هذا العمل يستحق المشاهدة، معني ومهموم بالإنسان وبدور الفن في بناء الوعي. قدم شخصيات كثيرة وعديدة ومختلفة، أقدر أقول أنه عامل زي البركان، يهدأ 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 ثم تنطلق الحمم إلى عنان السماء. آخر هذه الحمم البركانية اللي انطلقت كانت في رمضان الماضي عبر 4 شخصيات، يمكن خلينا نتكلم منهم عن الشيخ مدين في جزيرة غمام، ثم المرشد محمد بديع في الاختيار الجزء الثالث. الفنان الكبير الأستاذ عبد العزيز مخيون، مساء الخير يا فندم. أهلا مساء النور. أهلا مساء. أولا متشرفة جدا بوجود حضرتك معنا لأول مرة في مساء الخير على شاشة ميسات، وسعيدة جدا أن يعني يكون لي شرف الحوار مع حضرتك. وخليني أقول أنه زي ما قلت أنه حضرتك عامل زي البركان، تهدأ تهدأ ثم تنفجر الموهبة في عمل فني كبير، بتقدم في أدوار الحقيقة دايماً ما بتكون أدوار متميزة. هقف وهبتدي من الآخر للأول، يعني خلينا نبتدي من النقطة الأخيرة ونتكلم عن المرشد محمد بديع في الاختيار. صحح لي لو أنا غلط، يمكن حضرتك تكون تناولت هذا الدور بشيء من الحياد والتجرد، وتبنيت هذه الشخصية، لا تهكمت عليها ولا تريقت عليها، وبالتالي قدمتها بالشكل اللي خلى الناس هي اللي تشوفها شخصية كريهة. أنا حضرتك سمعني؟ لا مشوف قطع. حضرتك وين يا؟ طيب، كنت بسأل حضرتك على شخصية محمد بديع المرشد، وكنت بقول إنه يمكن تكون حضرتك قدمتها بشكل أو تناولتها وأنت بتذكرها بشكل شديد الحياد شديد الموضوعية، لا تهكمت عليها ولا سخرت منها، فبالتالي خرجت للناس بالشكل اللي خلوهم هم يحسوها شخصية كريهة.
فعلا. وانا يعني تعاملت مع هذه الشخصيه بمنتهى الحياديه ومنتهى الموضوعيه، ما سخرتش منه، ما تجندش عليه، وتعاملت مع الورق زي ما هو مكتوب قدامي وبمنتهى الموضوعيه، وده اللي عطى الشخصيه مصداقيه يعني. ممكن نعرف بس من حضرتك ازاي حافظت على نظرة العين الزجاجية اللي موجودة عند يعني معظم جماعة الإخوان، والابتسامة البهتة اللي دايماً موجودة على وشوشهم؟ حافظت على هذا الشكل في جميع المشاهد بشكل اللي خلانا نحس إنه هو ده محمد بديع؟ شوف حضرتك، هو ده مش متعمد، يعني في منهج في تمثيل. هو يعني الأول كان في الشكل الخارجي تعاملنا معاه، وده يعني عملية يعني مش صعبة، الأكسسوار والملابس والمكياج بيوفر ده، وأنا بشتغل معاهم وبنتعاون مع بعض وبوفر الشكل الخارجي بحيث أبقى في الفورمة يعني. لكن الأهم من ده اللي بيطلع بقى الابتسامة اللي حضرتك قلت عليها دي ونظرة العين، هو العقل الباطن بتاع الممثل لما يستجمع كل المعلومات عن الشخصية ويدخلها جواه، يعني يدخل روح الشخصية جواه، فتظهر كل هذه التعبيرات بشكل طبيعي. بالنسبة لمسلسل الاختيار، حضرتك شايف قيمة هذا المسلسل إزاي لما يكون عندنا عمل بيؤرخ للأجيال اللي جاية اللي ما شافتش، وبيفكر الأجيال اللي موجودة، وبيقدم ردود على أسئلة كتيرة تخص يعني أمور البعض يعني، أو بعض يعني القوى الإخوانية يعني بتحاول إنها تنشر من خلالها شائعات، بتقيم مسلسل الاختيار إزاي؟ هو بيعيد قراءة أحداث وتاريخ قريب يعني إحنا شفناه، بس في أجيال يعني أو ناس كانوا صغيرين في السن ما شافوش، فهو بيحط قدام مننا كل هذه الأحداث، وبعدين إحنا الناس بتحكم وبتشوف وبتشغل عقلها. ويمكن ده يكون مهم جدا في المرحلة دي، علشان يعني اللي معرفش أو اللي ما شافش يبقى مش عرضة لأي معلومات مش مظبوطة. طبعاً ده مهم عشان خاطر يعني تبقى المعلومات متوفرة للجميع وخصوصاً للشباب. حضرتك أيضاً قدمت مرشد آخر وهو الهضيبي في مسلسل الجماعة، والحقيقة رغم اتفاق الاثنين في الشكل العام بتاع انه الاثنين من الاخوان والاثنين مرشد لجماعة الاخوان، فليهم يعني قوة وسطوة المرشد والشكل والسمت الخارجي بتاع الاخوان اللي هو زي ما قلنا الابتسامة والنظرة العين الزجاجية، لكن الاثنين كانوا مختلفين، ايهم كان اصعب وايهم كان فيه المساحة الاكتر انه حضرتك تقدم فيه يعني ابداع فني؟ هما بيشتركوا مع بعض بس في الوظيفة، في المرشد، كلمة المرشد، وظيفة المرشد، لكن هما الاثنين مختلفين تماما عن بعض، هما أشخاص مختلفين. ده رجل نشأ في العشرينات وعاش لحد السبعينات وتربى في العهد الملكي وكان مستشار إلى آخره، أما الآخر فهو يعني عايش معانا وفي عصرنا، فده شخصية نشأت في عصر ودي شخصية في عصر تاني خالص، مفيش تشابه بين الشخصيتين إطلاقا إلا في وظيفة المرشد بس، عشان بس دايما بيحصل خلط، أنت مثلت المرشد المرشد المرشد، ده شخص وده شخص آخر. أو بالتأكيد، وكان يمكن كمان الهضيبي يعني في مساحة مختلفة إنه يعني بنشوف كتير من حياته. أيوة معلش ما كنت ناسي بقية الجزء الثاني من سؤال حضرتك، إن الهضيبي يمكن بالنسبة لي كان أسهل، يعني أسهل ذهنيا وإنفعاليا، لأن الكاتب وحيد حامد الله يرحمه قدم يعني صورة كاملة عنه وعن حياته وعن أسرته وعن علاقاته بالناس والبشر،
لكن المرشد الحالي اللي أنا مثلته في الاختيار كان صعب جدا، لأن اللي احنا بنشوفه أو اللي قدام مني على الورق، المشاهد اللي قدام مني على الورق هي مشاهد محدودة في أماكن محدودة، ما شفناش حياته، ما شفناش، ما عندناش أي معلومات عنه. فكان لازم يعني أجسد أنا هذه الشخصية في حدود المعلومات الضيقة اللي قدمها للسيناريو. خلينا برضو لإنجاز السنة دي برضو في رمضان، وكنت بتكلم قبل ما حضرتك تكون معانا عن جزيرة غمام، وعن إنه بعض النقاد كانوا بيشوفوا إنه هو نموذج لتطوير الخطاب الديني. أفضل ضيف شرف السنة دي في رمضان الفنان عبد العزيز مخيون في دور الشيخ مديان في جزيرة غمام. شايف جزيرة غمام إزاي؟ هل هو فعلا بيقدم نموذج لتطوير الخطاب الديني؟ لا شك، لا شك، ده عمل قيم جدا جدا، وأنا اهتميت بيه وبالحوار اللي كتبه عبد الرحيم كمال وبالرجوع للتاريخ أو الثقافة الصوفية، يعني والاعتدال والحب المتجرد من كل شيء ومن أي أطماع، والتسامح ومفيش تعصب. فطبعا لا شك أن ده بيقدم مفهوم جديد للخطاب الديني، ويمكن كمان يكون بينقي الخطاب الديني من بعض الشوائب اللي احنا بنعاني منها. الحقيقة يعني العمل طبعا هو عمل يعني عظيم ويستحق المتابعة، وفي درجة عالية جدا من الاختلاف في تناول فعلا الأفكار الدينية. طيب أنا كنت بقول، عايز أقول لحضرتك، معلش يعني بعد إذنك، عايز أقول لحضرتك أحد المزايا اللي بيقدمها هذا العمل، بيقول أهو إن الطرق إلى الله كثيرة وواسعة، وهذه هي أحد الطرق إلى الله، فالناس تشوف وتفهم. فعلا والعمل بيقول إن طرق لربنا كتير. كنت بقول في وحضرتك لما كان في مشكلة في الصوت، كنت بقول إن حضرتك عامل زي البركان، تهدأ 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 ثم تنفجر حمم البركان، فتطلع لنا إبداع وعمل فني يصل عنان السماء. لكن هذا الركود بتاع البركان بالتأكيد ليه أسباب خاصة بقبول ورفض الفنان عبد العزيز مخيون للأعمال اللي يوافق عليها أو يرفضها. يا ترى إيه هي المعايير اللي على أساسها حضرتك بتقبل أو بترفض أي عمل فني؟ أنا أشكرك يعني شكر كبير أو من قلبي، وأرجو أن أنا أكون يعني عند هذه الثقة يعني. لا حضرتك أكتر كمان. المعايير أولا لازم يكون النص أنا حبه، ويكون قريب مني، ويكون مكتوب بشكل جيد، يكون بناء الشخصيات في الدراما يعني حاجة اسمها بناء الشخصيات، يكون الشخصيات مبنية بناء جيد دراميا. كل هذه العوامل بتشجعني أن أنا أقبل العمل. لما أقرأ العمل وأقرأ بشغف وبحب وبسرعة، يبقى كده المتفرج هيشوفه بشغف وبحب، فده يشجعني ان انا اقبله. اما في اعمال بتيجي يعني دون المستوى، مكتوبه بشكل غير جيد، فالواحد يعني بيهرب منها وبيعتذر عنها. مفيش عمل ندمت ان انت رفضته، او مفيش مره حسيت بندم عن يعني عن فكره الرفض؟ في طبعا اعمال يعني الرفض كان بسبب عدم توفيقي في الاتفاق مع الإنتاج لأسباب يعني عملية أو أسباب مهنية يعني. فأنا فاكر وكتير كتير قوي أعمال كتيرة يعني عدت مني أو اعتذرت عنها لهذا السبب. أذكر مثلا فيلم اسمه الدنيا على جناح يمامة، فده أنا اعتذرت عنه لأن أنا كنت شايف أن هم يعني ما بيدونيش حقي اللي أنا كنت أستحقه في هذا الوقت يعني. كنت أعمل أعمال ناجحة ويعني وزي ما بقولوا بلغة السوق يعني مفرقعة، وهم بيكلموني
يعني ماديا يعني بما لا استحق يعني مثلا هذا العمل يعني. بعد كده تعلمت من زملاء ليا ومنهم نور الشريف الله يرحمه قال لي لما يكون الدور جيد ومكتوب كويس اقبله وحتى لو ما كانش اجرك اللي انت تتمناه يعني لو الدور مكتوب كويس اقبله وضح يعني. أستاذ عبد العزيز يعني هو سؤال محير، هو الثقافة بالنسبة للفنان نعمة ولا نقمة؟ هل هي مفيدة ولا مضرة؟ يعني هل أحيانا لما الفنان يبقى مثقف جدا ده يرفع سقف الوعي اللي يخليه رافض ومش قابل ومش عارف يتنازل ومش قادر يقبل أفكار ممكن تكون مغايرة؟ ثقافة ضرورية جدا للفنان، وما فيش فن بدون ثقافة، والفنان إذا ما كانش مثقف وعنده خلفية ثقافية ودارس وقاري هيبقى يعني حاجة ميديوكر يعني هيبقى حاجة يعني احترافية يعني هابطة. ولكن الثقافة يعني بتوسع مدارك الفنان وتوسع أفاقه، فهي الثقافة ضرورية، وما فيش فن بلا ثقافة، ولا يؤتمن فنان يدخل البيوت ويبقى على الشاشة بلا ثقافة. بس حاجة أقول لحضرتك بقى، الثقافة ممكن تكون نقمة، عشان حضرتك قلت نعمة ونقمة، ممكن تكون نقمة في المجتمعات المتخلفة. بيبقى الفنان المثقف بيتعلم عليه ويبقى ده راجل بتاع كلام وبتاع جدال وبتاع نقاش، لا مش عايزينه ده راجل مثقف. يعني هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، نقمة زي ما قلت في المجتمعات يعني المتخلفة. هروح مع حضرتك لمسيرتين فنيتين مهمين جدا، يمكن خليني أبدأ بمسيرة طويلة مع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، عدد من الأعمال اللي كل واحد فيهم بصمة وشخصية حية كما لو كانت عايشة معانا وسطينا، أيضا مع الكاتب وحيد. هروح لحضرتك مع حضرتك لمسيرتين فنيتين مهمين جدا، مسيرة مع الكاتب. حضرتك سمعني كده؟ صوت قطع ده من الانترنت. حضرتك كده سمعني أستاذنا حضرتك سمعني؟ طيب كنت بسأل حضرتك عن مسيرة فنية طويلة مع الكاتب أسامة أنور عكاشة، أسفرت شخصيات حية، شخصيات من لحم ودم عايشة وسطينا، ومسيرة أيضا طويلة مع الكاتب وحيد حامد، أيضا أسفرت شخصيات من لحم ودم وعايشة وسطينا، وده نتاج أنه كاتب بيكتب شخصيات حقيقية وحية ومعمولها بناء درامي جيد. يعني خلينا نقف عند الأول، مسيرة الفنية مع الكاتب أسامة أنور عكاشة. بالنسبة لمسيرتي الفنية الحمد لله، يعني أنا يعني ده حظ إن أنا اشتغلت مع أسامي كبيرة في عالم الكتابة في عالم السينما، يعني أسامة أنور عكاشة، محفوظ عبد الرحمن، وحيد حامد، محمد جلال عبد القوي وغيرهم، يعني يمكن الذاكره مش قد يسقط اسم يعني. ف يعني ده كان حظ كويس ليا ان انا اشتغل مع أسامة أنور عكاشة، ولقيت نفسي معاه فعلا. واول ما التقيت بأسامة أنور عكاشة كان في مسلسل ابواب المدينه، فانا كنت حاسس ان انا بقول الكلام إن أنا كان نفسي إن أنا أكتبه، لأن أنا كان لي محاولات في الكتابة وكنت بلجأ لكتابة المقال عشان أعبر عن نفسي وأنشر، يعني لي مقالات منشورة في جرايد ومجلات مصرية. بس هنتكلم عن مرحلة الصحافة دي قبل سفرك لفرنسا، أكيد لازم نتكلم عن كتاباتك النقدية وعن حواراتك الصحفية. بالتأكيد. فأنا كنت بكتب، فلما التقيت بأسامة أنور عكاشة وجاني الحوار بتاع شخصية عبد الرافع في مسلسل أبواب المدينة، كنت حاسس ان هذا الكلام اللي انا واخده دلوقتي عشان امثله هو يعني انا بقوله في مقالاتي، يعني حصل زي ما تقولي يعني توحد في التفكير بيني وبين أسامة أنور عكاشة الله يرحمه.
ومسيرة من الشخصيات اللي مش متشابهة، يعني وحيد في الشهد والدموع مختلف تماما عن شخصية الأفاق بتاع زيزينيا، وطبعا الثائر طه السماحي في ليالي الحلمية. الحقيقة انها كلها شخصيات فعلا من لحم ودم. والله يعني الحقيقة ان أسامة كان بيجيب لي الشخصية اللي مقوماتها وتكوينها موجود عندي، زي شخصية وحيد لأن أنا موسيقي برضو يعني. طبعا كنت بعزف كمانجا طبعا. يعني أنا في تكويني هو كان شايفني كويس، وكذلك شخصية طه السماحي. أما بالنسبة بقى لشخصية اللي عملتها في زيزينيا اللي هو اسمه أبو ليلى، عادل أبو ليلى، شديد أسامة قال لي أنا خليك تحدى نفسك وتعمل الشخصية، فأنا خدتها ورحبت بيها جدا جدا، لأن أنا بلاقي نفسي في الشخصيات الشريرة. بحس إن أنا بعمل بلاينج يعني يعني تمثيل يعني يعني بلعب يعني واشتغل وبين إمكانيات المتفرج ما يعرفهاش عني. وكانت من أجمل الشخصيات اللي حضرتك قدمتها. الفاضي يرجع لأسامة المختار نعمل الشخصية دي. لو رحنا للمسيرة مع الأستاذ وحيد حامد وأيضا شخصياته، شخصيات حية يعني بيعمل، يعني البناء الدرامي للشخصية بتحس أنه ده بني آدم قدامك كممثل، سهل جدا تبتدي يعني تذكره وتقدر تقدم الشخصية. لو نتكلم عن رحلة العمل مع وحيد حامد، احنا كلمنا عن الجماعة، نتكلم عن سفر الأحلام، نتكلم عن بدون ذكر أسماء، شخصيات أيضا يعني حية من لحم ودم ما زالت بتعيش مع المتفرج. والله يعني وحيد الله يرحمه يعني كان ليه تجربة طويلة معاه، وعملت معاه أدوار متنوعة، ولكن المؤسف يعني إن القدر بقى والزمن وربنا ما بي يعني له إرادة وله كلمة. كان في عمل وحيد كان بيحبه جدا جدا، هو يعني رواية لكاتب مصري راحل اسمه الأستاذ محمد ناجي، وكنا متفقين إن وحيد هيكتبها وأعمل فيها أنا دور رئيسي يعني. فللأسف يعني بقى قدر بقى بتاع ربنا يعني. برضو الشخصيات الصعبة، حضرتك دايما بتقوم بشخصيات الصعبة، لأنه في سفر الأحلام حضرتك قمت بشخصية مركبة جدا، والحقيقة كانت متقدمة بشكل يعني أزمتها اتنقلت للمتفرج يعني شعر بنفس الأزمة. الحقيقة يعني الشخصية دي طبعا كتابة برضو الأستاذ وحيد، بس لازم أذكر أخونا الراحل سمير سيف الله يرحمه، هو ساعدني، هو كان زميلي يعني وكان قريب ليا، ساعدني جدا جدا في ان انا يحطني على الطريق السليم من ناحيه الانفعالات والاداء، سمير الله يرحمه. واذكر برضه وانا بشتغل في الاستوديو كان الاستاذ محمود مرسي بيقف يتفرج علينا، وكان استاذي هو، فكان بيتدخل وكان ياخدني على جنب ويديني نصايح ووجهني وساعدني يعني. أستاذنا لازم أقف عند شيخ العرب همام ولقاء مع عبد الرحيم كمال، اللي قدم شخصية زي البني أدمين، خيرها وشرها مع بعض، يعني شخصية فيها الخير والشر، لكن قدرت في النهاية للأسف الشر هو اللي انتصر فيها على الخير. شخصية صعبة جدا جدا جدا. كلمني عن دورك في شيخ العرب همام، لأنه كان من الأدوار المؤثرة جدا جدا في يعني إعجاب الجماهير بأداء الفنان عبد العزيز مخيون. هو كانت أولا الشخصية مكتوبة كويس جدا، والعمل كله على بعضه كان مكتوب بشكل جيد جدا، وده شجعنا إن احنا نشتغل ونتحمس ونطلع من عندنا يعني، والمتفرج انبسط بهذا العمل. بس العمل ده خد مجهود جامد جدا، قعدنا نشتغل فيه تقريبا حوالي 8 اشهر، والملابس كانت مرهقه جدا، والمكياج كان مرهق،
تقريبا في مشكلة في النت بس احنا متواصلين. هنتكلم مع أستاذنا عن شيخ العرب همام، كان بيتكلم عن انه العمل كان مجهد ومرهق. طيب خلينا نخرج فاصل إعلاني قصير ونرجع نستكمل مع حضراتكم. أستاذ عبد العزيز، نكمل مع حضرتك، نستكمل ما كنت بدأته حضرتك عن دورك في شيخ العرب همام وصعوبة الدور وصعوبة التصوير نفسه في العمل. أيوة طبعا، وكان المخرج الأستاذ حسن صالح يعني كان ليه مطالب، وأنا كنت طبعا بتعب جدا في هذا العمل، واللي كان بيعوزه حسني يعني كنت بنفذه بس كان بتعبني. وفي النهاية بعد ما العمل عرض وعرض في رمضان وأعيد كتير جدا جدا، شفت على الشاشة فحسيت إن حسني المخرج حسني صالح كان عنده حق، وإن المجهود اللي هو ضغط عليا وخلاني أعمله هو اللي خلانا بشكل حلو وبشكل جيد إن احنا بقينا في الصورة الحلوة. كذلك برضو يجب إن أنا أذكر مصحح اللهجة الصعيدية دي مهمة جدا، وهي جزء أساسي في العمل. كان عم أحمد الله يمسيه بالخير من بلد اسمها معنا في جنة، فكان معانا كلمة بكلمة وحرف بحرف، فده ساعدنا. العمل ده عمل صعب، من نوع من الأعمال الصعبة، وكان مرهق جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك خدنا فيه حوالي 8 أشهر أو أكتر. بدأناه تقريبا من شهر نوفمبر وخلصنا في رمضان، مش فاكر رمضان كان بيجي في يونيو أظن ولا إيه، مش فاكر يعني، خد حوالي 8 أشهر ما بين الأقصر ونجا حمادي والأماكن اللي هي قريبة للمريوطية وسقارة والجيزة يعني. بس هذا العمل كان بناؤه جيد جدا وكان مكتوب بشكل متميز، وأنا أرجو إن عبد الرحيم كمال يعني يعيد التفكير ويفكر يعمل عمل على هذا المنوال مرة أخرى. نتمنى طبعا. أستاذنا هقف مع حضرتك عند دور حصد الجوائز، وقبل حصده للجوائز هو حصد حب وعشق شديد جدا عند الجمهور، وهو سالم في الهروب، الضابط اللي عنده مبادئ وعنده أخلاق وعنده شرف وعنده شهامة وعنده نظرة عين كلها مزيج ما بين يعني الحب وما بين الواجب وما بين العنف. يعني الحقيقة سالم شخصية شديدة الثراء وحصدت العديد من الجوائز. الحقيقة برضو هذا العمل يعني كان مكتوب بشكل جيد جدا، والشخصية لفتت نظري أستاذ بشير الديكل، وأنا حبيتها جدا، وكان عاطف الطيب الله يرحمه كان متعاون جدا معانا، وكان ليه رؤية وعنده وضوح في رؤيته، فكان ده بوصلنا. وكمان أحمد زكي الله يرحمه كانت علاقتي بيه طيبة جدا وكنا أصدقاء، فلما تعاوننا مع بعض أنا وأحمد زكي نتيجة لهذا الحب فده ظهر على الشاشة. وده يعني بيقول لنا ان اي فنانين ممثلين بيكون العلاقه طيبه جدا بينهم فده بينعكس على طول على الشاشه وبيستفيد منه المتفرج. الحقيقه في كتير من التشابه فنيا بين حضرتك وبين الفنان احمد زكي، ويمكن ده يكون السبب اللي جمع حاله من الالفه والود بينكم. يعني بالتاكيد، لانه هو في تشابه في النشاه، هو ابن الريف وجاي للقاهرة وأنا برضو ابن الريف وجاي للقاهرة، وفي تشابه في الشخصية إن إحنا الاثنين يعني دغري واللي في قلبنا بيبقى على لساننا، ويعني وإحنا عصبيين شوية في التعبير عن نفسنا وعن أفكارنا، كان في يعني انفعالات كده مشتركة بتجمع بيننا.
تجربة أيضا سرية في فيلم الجوع مع الصديق عمرك المخرج الكبير علي بدرخان والنجمة سعاد حسني، دور مهم ومؤثر وتجربة سرية. العمل ده والعمل مع سعاد حسني، يا ريت حضرتك تكلمنا شوية عن الحكاية دي. هذا العمل يعني من أحب وأهم الأعمال اللي أنا عملتها، لأن يعني هو شغل صديقي وأخويا وزميلي علي بدرخان، وكنا بنقعد أوقات طويلة جدا مع بعض نشتغل على هذا العمل. ما كانش كده عمل احترافي كده نعمله ويعدي وخلاص، لا ده احنا أخذنا أوقات طويلة جدا في الصيف في بيت علي بدرخان نشتغل ونفكر ونراجع، والتصوير بدأ الكاميرا دارت في الشتاء وإحنا شغالين من الصيف. كذلك سعادة الله يرحمها كانت متعاونة جدا جدا وكانت محبة للعمل، بل كمان كانت بتخاف من العمل وتعمل له ألف حساب، وده يعني كان كل ده منعكس في الشاشة. يعني دول طراز من الفنانين يعني متهيالي صعب انك تلاقيهم دلوقتي، يعني الله يرحمها. ده كم مرة عملت عبد الوهاب يا أستاذنا؟ يعني كل مرة عبد الوهاب نفس الـ 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 الشكل الخارجي، لكن في كل عمل بنشوف عبد الوهاب نقول هو ده الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ونكتشف إن في عمل تاني حضرتك قدمته بعبقرية أشد وإنه هو ده موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكان لك لقاء معاه، ياريت تكلمنا عن الحكاية دي. أنا الحقيقة يعني أنا كنت ناسي إن أنا عملته عن الأوبرا مع المرحوم سمير صبري. فلما رحل عني سمير الله يرحمه تذكرت ان كان ليا تجربه مشتركه مع سمير، او احدى التجارب اللي عملتها مع سمير في المسرح في الاوبرا، كنت بقدم عبد الوهاب برضه، لان سمير كان ليا تجارب معاه في السينما وفي التلفزيون. فلما رحل سمير الله يرحمه تذكرت دور عبد الوهاب اللي عملته في مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الأوبرا، وكان معايا سمير صبري الله يرحمه. وطبعا عملته أول مرة كان في التلفزيون مسلسل أمير الشعراء، كان إخراج الأستاذ إبراهيم الصح، وهو ده اللي خلاني قابلت عبد الوهاب. أول مرة أعمله كان سنة 82 يا 83، الدور ده في مسلسل أمير الشعراء هو اللي خلاني قابلت عبد الوهاب وسعيد في مقابلته، ودي لها قصة يعني يطول شرحها. المهم يعني طردته بالتليفون إلى أن وافق، وهو وافق عشان حاجة واحدة أنا ذكرته بيها، قلت له أنا عاوز أعرف حضرتك غنيت إزاي في فرح ابن أحمد شوقي. فزي ما تقول حضرتك قعدته لذكرى قديمة قوي بالنسبة له، فهنا سمح ان انا اروح له البيت واقابله. وكانت مقابله لطيفه جدا جدا، وافادني فيها واعطاني توجيهات واعطاني معلومات، وكان لطيف جدا معايا. بعديها طبعا عملته في مسلسل ام كلثوم، وعملته في مسلسل سندريلا، وعملته في مسلسل ابو ضحكه جنان، اسماعيل ياسين، وعملته فيلم تسجيلي عن ميشيل المصري. أستاذنا يعني هسأل حضرتك على حاجة، حضرتك دلوقتي فنان ناجح وبتقدم أعمال ناجحة ومحبوب ومحقق جماهيرية من بداية ظهورك، إيه اللي يخلي فنان في وسط كل ده يتفرغ فترة علشان نقل منظومة وعي للفلاحين ويعمل مسرح الفلاح ويعمل عروض في الغيطان علشان يعني ينقل تجربته الفنية إيمانا منه بدور الفن في حياة الإنسان فيشتغل مع الفلاحين؟ أقول لحضرتك اللي خلاني عملت كده إن فترة الستينات في مصر كانت فترة نشطة جدا، كانت الحركة الثقافية متقدمة جدا وحية وفعالة ونشطة، وبالذات المسرح، فكان في مقالات مهمة جدا نشرت ليوسف إدريس في مجلة الكاتب، حوالي 3 مقالات بعنوان نحو مسرح مصر، و كتاب قالبنا المسرحي بتاع توفيق الحكيم، وغيرها من المقالات والأحاديث وما كان يثار
في الصحافة والمجلات المصرية عن تأصيل المسرح المصري. أيضا ما ننساش كتب الدكتور علي الراعي. كل ده على بعضه خلاني قلق من ناحية الشكل المسرحي اللي احنا بنشتغل عليه. يعني ان انا عاوز اطلع شكل مسرحي نابع مننا ومن تراثنا ومن بيئتنا. طبعا انا يعني التفكير ده يعني نبت عندي وزاد وتطور عندي بعد قراءتي لكل هذا الذي انا ذكرته، واهمهم مقالات الدكتور يوسف ادريس. فعشان كده انا نزلت القريه عشان اعمل تطبيق، يعني تطبيق عملي عشان الاقي صيغه مسرحيه مصريه. ده كان الهدف من هذه التجربه. استاذنا خليني اسالك عن يعني المرحله اللي حضرتك عملت فيها بالصحافه، وكنت بتكتب وبتحاور اساتذتنا الكبار امثال مع حفظ الالقاب لويس عوض، نجيب سرور، حسين فوزي. هذه المرحله وتاثيرها على حضرتك حتى على المستوى النضج الثقافي وخاصة أنك في بداية حياتك، يعني اللي خلاني يعني أكتب في الصحافة أنا كان عندي رغبة في التعبير عن نفسي، وأنا قارئ يعني كنت أقرأ كثيرا، والذي يقرأ يكتب. فما كنت بمسك القلم وأكتب مقال عشان أوصل رأيي للناس، وكان الأهرام بياخد مني لأن المقالة مكتوبة بشكل كويس فينشرها، الأهرام، مجلة الطليعة، أحياناً الأخبار، أحياناً روز اليوسف، كتير كتبت روز اليوسف وغيرها، الهلال وغيرها، مجلة الهلال يعني وغيرها من المجلات والصحف. لما جيت بقى سافرت باريس عشان المنحة الدراسية اللي أنا حصلت عليها من الحكومة الفرنسية، فمارست الصحافة بشكل شبه محترف عشان يعني أساعد نفسي وأنا موجود في باريس. فكنت بكتب في الصحف العربية اللي بتصدر في باريس ولندن. ده بالنسبة يعني لتجربة الكتابة. وعملت حوارات صحفية مع شخصيات كتيرة جدا، أهمها حسن فتحي المعماري الكبير حسن فتحي، والدكتور لويس عوض. بالنسبة للدكتور لويس عوض، هو كان أستاذي غير المباشر يعني، أو يعني أستاذ أكتر منه أستاذ مباشر على كراسي المحاضرات وكده، لأني كنت دايماً أرافقه وأروح له مكتبه في الأهرام وأتجول معاه في المسارح، ولما كان يجي باريس كنت أنا قابله وندخل مسرح مع بعض وأمشي معاه، فكنت بتعلم منه. يعني لويس عوض أحد المعلمين بتوعي بالتأكيد. وعملت معاه حوار نشر في جريدة النهار العربي والدولي. أستاذنا يعني حضرتك نتاج للنشاط المدرسي، وفي فنانين كتير نتاج لمسرح الجامعة، ما زال مسرح الجامعة بيقدم فنانين، لكن هل حضرتك شايف أن الأنشطة المدرسية والمسرح المدرسي والفنون في المدرسة عموماً والاهتمام بهذا النوع من التذوق الفني والوعي لدى الطلبة، يعني هل مازال يعني يتقال عليه انه ممكن يفرز للسوق الفني فنانين، ولا محتاج كتير من الاهتمام والدعم؟ لا، ده محتاج اهتمام كبير. المسرح المدرسي هو النواة الاولى اللي احنا اتعلمنا فيها، فالمسرح المدرسي مهم جدا جدا، وفي التربية والتعليم في إدارة اسمها إدارة التفتيش المسرحي تهتم بالمطرح المدرسي. أرجو أن الإدارة دي تنشط وتهتم بتفعيل دور النشاط المسرحي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لأن فيها برضو مسرحة المناهج، يعني بيعملوا مسرحة للتاريخ ويعملوا مسرحة برضو لمناهج أخرى، لمواد أخرى. فيعني المسرح المدرسي هو المفرخة اللي بتطلع لنا الفنانين، مخرجين وممثلين ومهندسين ديكور وإلى آخره.
الجوائز والتكريمات طبعا هو في فرق بينهم، وانا اعرف ان حضرتك بعيد عن الاضواء وما بتحبش يعني الظهور اللي بلا عمل. يعني الجوائز والتكريمات عند حضرتك يعني ماذا تعني؟ وحضرتك على ابواب التكريم في الدوره الـ24 للمهرجان القومي للسينما. انا الحمد لله يعني يمكن دي الحته اللي حظي فيها كويس، يمكن حظ وحش في الشغلانه بتاعتنا دي في حاجات كتيره، لكن حظ كويس في الجوائز. انا حصلت على جوائز وتكريمات وتقديرات يعني الحقيقه يعني كثيره جدا والحمد لله على ده. يعني عندي حوالي اكتر من 10 جوائز في السينما، وده تكريم في تونس في مهرجان قرطاج، يعني من اهم المهرجانات اللي في العالم العربي. مهرجان قرطاج انا كنت مكرم فيه السنه اللي قبل اللي فاتت، ومكرم في المركز الكاثوليكي، وسوف اكرم في المهرجان القومي، وكرمت من جمعيه الفيلم وحصلت على جوائز من جمعيه الفيلم، ودي جمعيه الجائزه بتاعتها على فكره صعبه، صعبه جدا جائزه جمعيه الفيلم، يعني لا يحصل عليها الا الفنان الى بعد تصويت. والجوائز يعني الحمد لله يعني حظ فيها كويس. استاذنا، هل اختلف ذوق الجمهور؟ هل التكنولوجيا غيرت في شغف الجمهور للفن، او في ذوقه الفني، او في يعني تقديره للاعمال الفنيه؟ ما سمعتش الجزء الاول من السؤال. هل اختلف ذوق الجمهور؟ هل التكنولوجيا غيرت في شغف الجمهور للفن، او في يعني درجة تعامله مع الفن، هل اختلف ذوق الجمهور؟ أيوة طبعا بالتأكيد في تغيير حصل بسبب الأجهزة الحديثة وجهاز التليفون والإنترنت والمنصات دي والمواقع دي، فطبعا بالتأكيد ذوق المتفرج يعني اختلف وتغير، وعلينا إن احنا نتعامل معاه، وعلينا ان احنا دايما يعني زي ما كان بيقول يعني يوسف ادريس، ان احنا يعني ما نسيبش المتفرج يروح مننا، احنا ناخد المتفرج ونرتفع بيه. استاذ عبد العزيز، حضرتك الى اي مدى يعني تشعر انه انت قادر على التاقلم مع المرحله الفنيه اللي احنا بنعيشها؟ الى اي مدى قادر يعني تداوي الصراع الفني اللي جواك ما بين أدوار كتير نفسك تعملها وما بين متاح ومعروض ليس بالجودة المستحقة يعني؟ لا، أنا أتأقلم وأشتغل، يا محمد عبد الوهاب كده كان بيتأقلم مع العصر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا لا أستطيع أن أتأقلم معها هو الهبوط الفني أو الفن الرديء أو الإسفاف في الفن، دي مسألة مرفوضة عندي وما أعرفش أتعامل معاها ولا أعرف أتأقلم معاها. أستاذنا، سؤالي الأخير لحضرتك لأنه للأسف وقتي خلص، هو ليه الجمهور بيحب وبيحترم وبيقدر الفنان عبد العزيز مخيون وبيتعامل مع أنه أي عمل عليه اسمه عمل يستحق المشاهدة؟ ده شرف لي والله، وأنا أرجو أن أنا أظل عند هذه الثقة دائما. تفتكر ده نتاج ايه؟ هو نتاج مسيره طويله زي ما قلت لحضرتك، يعني انا دايما طول عمري مرتبط بالثقافه والادب والفن، وهو ده اللي حفظني وصني وحصنني من الهبوط في اعمال فنيه ركيكه. ان شاء الله مزيد من التالق، وان شاء الله البركان الهادئ يعني تنطلق الحمم بتاعته قريبا باعمال برضو تصل يعني انوارها لعنان السماء. انا بشكر حضرتك جدا جدا على وجود حضرتك معانا النهارده، تشرفنا بوجودك معانا. انا متشكر جدا جدا لهذا اللقاء، وتحياتي لجمهورك وجمهور القناه في كل مكان في العالم. شكرا يا فندم. مشاهدينا كالعادة الوقت معاكم بيمر بسرعة، والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة، وأنا أشوفكم الحد الجاي.